Quad 9 santé. في كواد نفس عطيك عادة قدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية في عالم السؤال مش نحاول نجاوب عليه في دراسة جاوبت عليه كيف تسهم الجينات في مقاومة الجسم للسمن، خاصة أن الكويت والبحرين السعودية الإمارات ضمن قائمة أكثر 10 دول تعاني من السمن على مستوى العالم، والتعرف على بعض الجينات قد يساعد في علاج السمنة أو تقليل حدتها مستقبل. عبد التاريخ البشري تغيرت مقاييس الجمال لدى الشعوب والأعراق المختلفة، فالعرب قديما كانوا يرون السمنة من علامة الجمال، حتى كتبوا في السمنة قصائد شعر، لكن هذه المعايير اتطورت عبر الزمن خاصة مع ظهور ارتباط السمنة المفرطة بالعديد من الأمراض من السكري وأمراض القلب وجلطة المخية وجلطات وبعض أنواع الأورام السرطانية. يوما بعد يوم تطور الأمر حتى صنفت السمنة من جانب الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2013 بأنها أحد أمراض النزمة. وليست التغذية العامل الوحيد يرتبط بحدوث السمنة، قلة النشاط البدني، العوامل البيئية تسهم أيضا في حدوثها، كما تبين أيضا أن الجينات تؤدي دورا مهما في حدوث هذا المرض. هذا اللي أفدته بعض الدراسات، أنه تبين بين الأفراد في مؤشر كتلة الجسم يعود إلى عوامل وراثية لدى نحو الثلثين، وتعطي الجينات تعليمات للجسم للاستجابة للتغيرات التي تطرأ في بيئته، ويؤدي في وجود نسخ مختلفة منها دورا مهما عن طريق زيادة الجوع وتناول الطعام. وين ساعات دراسة حديثة نجرتها مجلة ساينس إلى فهم دور الجينات في حدوث السمنة، ومن أجل التعرف على هذه العوامل استخدم الباحثون تقنية قراءة كل الحروف الإكسوم في قرابة 650 ألف شخص من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمكسيك. والإكسوم عبارة عن تقنية تستخدم لقراءة تسلسل جميع المناطق المسؤولة عن تشفير البروتينات داخل كل الجينات الموجودة في الجينوم البشري. وبعد ذلك ربط الباحثون بين المتغيرات الجينية النادرة اللي جرى التعرف عليها من نتائج قراءة الإكسوم ومؤشر كتلة الجسم الذي يعتمد على إجراء معادلة بين الوزن وطول الشخص ويستخدم باعتباره مؤشرا لتقييم السمن. وتعرف الباحثون على 16 جين ارتبطت بمؤشرات كتلة الجسم، منها 5 جينات تعمل باعتبارها مستقبلات في المخ. ومن المثير للاهتمام أن التعبير الجيني لبعض هذه الجينات كان أعلى في منطقة تحت المهاد المخي، وهي منطقة صغيرة في قاعة المخ تؤدي عدة أدوار في تنظيم مستوى الهرمونات والوظائف العصبية وإنتاج طاقة الجسم. وفي المقابل ارتبط وجود نسخ غير سليمة من بعض الجينات بزيادة مؤشر كتلة الجسم وخطر الإصابة بالسمنة، من خلال ارتباط بهرمون يشارك البروتين الناتج من هذا الجين في الحفاظ على توازن الكالسيوم وفي تنظيم تمثيل الغذائي خاصة بالطعام. وهكا استنتج الباحثون من هذه النتائج أنه يمكن استخدام الجين هذا كاستراتيجية علاجية جديدة للسمنة، وهو ما يدل على أهمية استخدام تقنية قراءة الإكسوم في التعرف على الجينات المرتبطة بخطر الإصابة بالعديد من الأمراض. كما سبق واستخدمت تقنية قراءة الإكسوم في دراسة سابقة استهدفت التعرف على الجينات الوراثية المرتبطة بالسمنة لدى الأطفال، وتمكن الباحثون في الدراسة اللي أجراها باحثون أوروبيون نشرتها دولية سيل ميتابوليزم في عام 2020 من التعرف على 3 جينات ارتبطت بالفعل بالسمنة الشديد، وتبين أحد الجينات منهم أنه لم يرتبط فقط بالسمنة بل أدى أيضا إلى حدوث صعوبات ترتبط بالتعلم لدى هؤلاء الأطفال. كما أثبت الباحثون أنه من خلال التحكم في أحد الجينات اللي تم اكتشافها وهو الأخير معروف بدوره في تثبيت الشهية، أن تعمل النسخة الطبيعية لزيادة التعبير الجيني. كانت هذه كواد 9 سانتي بالنسبة لليوم.